ايه؟ الحاج امين عمدة كفر الناجي مشرفنا. اهلا وسهلا يا حاج امين. اهلا اهلا يا سلامة بيه، عاد مش شافك يا راجل. انت اللي فين يا راجل؟ ايه العربية مالها؟ فجأة قطع النفس وركنت، عمال احيل فيه مش عايزة تدور. اصلي احنا نفهم في شغل العبودية وبس، لكن العربيات دي ليها الميكانيكية اللي يفهموا فيه. انا كنت راجع من مركز، اصل الجماعة بتوعي بعافية شوية وكنت موديهم المستشفى. بسم الله ما شاء الله. واللي قاعده ورا دي تبقى بنتك يا حاج امين؟ بنتي انا، بنات لسه صغيرين يا سلامة بيه. دي منيره اختي الصغيره اخر العنقود. ايوه ايوه اخر العنقود. طب وجوزها ما جاش معاها ليه يا حاج امين؟ انت عايز تعرف اذا كانت متجوزه ولا عازبي؟ لا يا سيدي مش متجوزه. مش متجوزه؟ معقوله الجمال والحلاوه دي لغايه دلوقتي مش متجوزه؟ ايه في ايه؟ الرجاله اتنصف نظرهم ولا ايه؟ لا هي اللي عايزه تتجوز واحد على كفي، والواحد ده لسه ما دقش علينا الباب. لا ان شاء الله ان شاء الله ربنا يعدلها ويجي ابن الحلال ان شاء الله. ونحل في الحوسه دي يا سلامه بيه. لا 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 حوسه ولا حاجه، انت تيجي معايا انت والجماعه اوصلكم لحد الكفر، ومن هناك تبعت ميكانيكي ياخد الحوسه دي ويصلحها. خلينا يا حاج امين نرد جمايلك على المرحومه ابويا الله يرحمه. ده انتوا اللي جمايلكم غرقاني. انزلي يا منيري، انزلي يا حجي. سلامة بيه عمدة عزبة أدهم باشي، هو اللي هيوصلنا بعربيته للكف. سلمي يا منيري، سلامة بيه مش غريب. أهلا وسهلا، دي صدفة وفرصة سعيدة اللي خلتنا نتعرف عليك يا منيرة هاني. متشكرة قوي يا سلامة بيه. أنا ما كنتش أعرف إن الحاج أمين بيه عمدة كفر الناجي عنده أخت بالظرف واللطف والحلاوة والطعامة دي. بس أنا بقى أعرفك من قبل كده يا سلامة بيه، أنا كنت مع أختك إخلاص في المدرسة. إيه دي؟ يعني أنت بنت مدارس؟ أمال أنا معايا البكالوريا، وأخويا الحاج أمين بقى رفض يدخلني كلية الآداب. ليه كده؟ لا يا حاج أمين مالكش حق، مالكش حق أبدا. هو يخش كلية الآداب أحسن من الآداب والجمال والطعامه دي. شكرا قوي يا سلامه بيه، ده بس من ذوقك. بقول لك ايه، انت تركبي جاري والحاج امين والجماعه يركبوا ورا. اتفضلي اتفضلي يا حاج امين. اتفضلي يا حاج، اتفضلي اتفضلي. اهلا المكتب، عندي قضيه مهمه قوي. بس انا عايزك في قضيه اهم تخص مستقبلنا. ياه مستقبلنا حته واحده؟ ايوه. تعالي بس اقعدي، ده الكلام لسه هياخد ويدي. ايه يا سلامه، اول مره اشوفك مرتبك ومش عارف تبتدي منين. اصل الحقيقه يعني الموضوع اللي انا عايز اتكلم معاكي فيه موضوع حساس، وعشاني انك تفهمي غرضي والدوافع من وراه. كلمني يا سلامه انا هسمعك، حتى لو عايز تكلمني في مشروع جوازك. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، طول عمرك ذكيه ولماحه وتفهميها وهي طايره. ايه يعني انت ناوي تتجوز يا سلامه؟ وانت اول من يعرف الخبر ده. لا فيك الخير يا سلام، اصل عيب في حقك قوي لما انا ابقى اخر من يعرف. ما انا ما اقدرش اعمل الموضوع ده من غير ما تكوني موافقة عليه من كل قلبك وعقلك. لا وانت كلمتك واحدة يا سلامة. ماني برضو يا زينب هانم، من حق يعني لكل الذرية اللي تورث كل ده من بعد، يعني بعد عمر طويل، ده من ناحية، ومن ناحية تانية تريحي دماغك من زن أمي على وداني طول النهار بسبب موضوع الخلفة دي. وناوي تعمل معايا ايه يا سلامة؟ كل خير، انت مقامك محفوظ يا زينب هانم، انت كنت نمره واحد وهتفضلي برضه نمره واحد، انت ست الدار دي، حتى لو اللي جت دي خلفت سبع عيال في بطن واحده يا رب. بص يا سلامه، انا ماليش غير طلب واحد، لو وافقت عليه تتجوز الاولى والثانيه والثالثه. اشرطي وتشرطي يا ست الستات، قولي اللي انت على فكره اللي انت هتطلبيه ده انا موافق عليه. مكتب المحاماه
يتكتب باسمي، عشان لو غدرت بيا ولا العروسه زنت في ودانك وطلقتني الاقي حاجه اتسند عليها. اعتبري الموضوع ده حصل من بكره. خلاص انا موافقه. انا برضو همني ان ارضك ما تطلعش بره بعد عمر طويل، وانت راجل ومن حقك تكون اب، وان كنت انا اتحرمت من الخلفه فما يصحش برضو ان انا احرمك منها. يا سلام يا سلام على دماغك يا زينب هانم، طول عمرها توزن بلد وتعرف المصلحه فين. واني برضو زي ما وعدتك، انت هتفضلي الكل في الكل. اما نشوف، مش يمكن اللي تتجوزها دي تطلع حدوته دماغ بتخطط وبترسم، تعرف ازاي تزحني من قدامها لحد ما هي تبقى الكل في الكل. لا من الناحيه دي ما تقلقيش، منيره هانم دي مؤدبه وقطه مغمضه. اسمها منيره؟ انت كمان اخترت العروسه؟ لا يعني هي جت كده، اخوها يبقى الحاج امين عمده كفر الناجي. بنت ناس يعني؟ اه طبعا بنت ناس، اللي اتجوزها عليكي لازم تبقى حاجه تستاهل. وفتحت اخوها بقى ولا لسه؟ من قبل ما اخد مشورتك؟ ما ينفعش طبعا، لان زي ما قلت لك انت اول حد يعرف حاجه بالموضوع ده. على خيره الله. بس انا برضو برجع وبحذرك، انا مش سهله، ولو العروسه دي اتجوزت حدودها كده ولا كده انا مش هسكت. مفاتيح اللعبه دي كلها في ايدك انت، انا هنا هفضل الكل في الكل. طبعا ودي عايزه كلام. طبعا يا ست الكل. بس خلي بالك ده خط احمر، لازم تفهم منيره هاني منها ما تخطهوش، والا تبقى هي الجاني على روحها. يا اخي خيرك يا بنتي. بالشفا ان شاء الله يا حاج. ايه عامله ايه دلوقتي يا ام؟ اديني زي ماني، لا الدواء نافع ولا الطب شافع. لو كنت اموت وارتاح من غلبي وحبسه السرير دي يكون احسن. الف بعد الشر عليك يا ام، ما تقوليش كده. امال يعني مين اللي هيفرح بالذريه ويملى البيت ده بالزغاريط ويعمل السبوع ويدق لون؟ كلام اللي بتقوله ده يا سلام، هي زينب حامل؟ زينب مين ياما؟ زينب دي زي الارض البور. هو في ايه يا سلام؟ اصلني نويت اتجوز ياما. صحيح يا سلام نويت؟ ايوه كده، فرح قلبي العليل. يا سلام لو كنت بعرف ازغرط. بكره الدار دي هتتملي بالافراح والزغاريط. وهتعمل ايه مع الست زينب هانم؟ هتقول لها ايه؟ زينب وافقت خلاص ياما. وافقت؟ وهترحل عن سمانة امتى؟ ترحل ده ايه ياما؟ زينب هتفضل معانا هنا. تفضل معانا هنا؟ ايوه ايوه ايوه، عشان تولع لك في العروسه وفي الدار كله. صبرك عليا ياما، أنا ما أقدرش أقولها تمشي وما أقدرش أخد لها شقة في مصر. هي بكرة لما تيجي العروسة الجديدة مش هتستحمل وهتتخنق وهترحل من نفسها.